السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا وأهلا وسهلا. ما شاء الله عنزتنا هذه جابت لنا هذا المولود الجميل، ما شاء الله تبارك الرحمن. لسه الآن تقريبا يعني ممكن ربع ساعة من يوم ولد، أسأل الله سبحانه وتعالى يبارك فيه. لاحظين لسه عليها أثار الولادة، ما شاء الله تبارك الله، نسأل الله سبحانه وتعالى يبارك فيه. طبعا ندخل على طول العزل هنا، نسوي له حفلة أيضا، حاطين لهم بالونات عشان يحتفلون، لأنه الماشية هذه برضو لازم ندلعهم شوي. الناس اللي خلاص صاروا كبار وكويسين بدأنا نعزلهم هنا. الناس المزعجين ها اللي ما غير يتسلقون يلا تصلحهم تبارك فيهم، ان شاء الله تبارك الله. يلا يلا تعال 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 تعال، حياكم الله حياكم الله جميعا، يا اهلا وسهلا. إن شاء الله محتفلين عشان المولود الجديد. ما شاء الله الله يبارك فيك. الأمور السارة لما يكون عندك مواليد، الحمد لله عندي ما شاء الله تقريبا يمكن 40، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، كلهم مباركين وجيدين لا بأس. السنة هذه يعني كبداية أول بداية عندي فقد 2 بس، الحمد لله رب العالمين، الباقيين حلوين. هذا لهم أبو أذاني، كيف حالك؟ هذا الصغير طبعا، شوفوا إذا كانت الأم صغيرة دائما مواليدها صغار، ولذلك يفضل أن تكون الأم يعني بحجم هذه، عندما يدخل عليها الفحل أنها تكون يعني جرمها كبير، لكن لو كان جرمه صغير راح تعطي مواليد صغير. خلوني اوريكم بس تكم المزعجين هذولا، يعني شوفوا هذولا اعمارهم زي بعض، لكن تشوفون جرم الاسود هذا اصغر من اخوانه الباقي. لاحظوا يا جماعه، خلوني اصور معليش، في متابعين يبغون يشوفون ايش الموضوع وانتم ما غير تاكلوني. يلا تبارك فيهم. أنا معذبكم تاكلون المعذب؟ ما يصير. يلا تبارك فيهم. ما شاء الله ما شاء الله. خلاص المرة الجاية نسوي لكم احتفال. طيب شكرا لكم جميعا.